السلام عليكم، اهلا بيكم. فيديو جديد النهارده هنعمل اعاده تدوير للبرطمانات البلاستيك. اول حاجه هشيل الاستيكر اللي موجود على البرطمان. هستخدم 3 برطمانات. شلت الاستيكر وغسلتهم كويس جدا. هجيب قلم البورد وهبتدي احدد كده الجزء اللي هو موجود في البرطمان من الجنب ده. تمام، الشكل اللي انا عملته ده هبتدي افتحه بالقطر. هعمل فتحه بس صغيره كده الاول وبعد كده بكمل بالمقص. بقص كده الجزء اللي هو عليه العلامة اللي انا حددتها دي بس. تمام، هفتح برضو الجنب ده. الجزء اللي حددناه ده انا ما فصلتوش، بس يدوب فتحت مكان العلامة اللي انا عملتها بقلم البورد. هنشف البرطمان كويس جدا من جوه، وطبعا الغطاء هبتدي اشيله. هنستخدمه في استخدامات تانية. هستخدم بعد كده كرتونة وهحط شمع على الجزء بتاع الغطاء اللي من فوق على الحرف بس، وببتدي اقلب البرطمان بالشكل ده كده على الكرتونة. ومجرد ما تنشف معايا هشيل بقى كل الزيادات اللي حوالين الغطاء. عايزين نقفل البرطمان نفسه بقطعة صغيرة من الكرتون. بالشكل ده كده قفلتها. استخدم بعد كده الاستيكر، والاستيكر ده متاح ليه بدائل. طبعا ممكن تستخدمي قماش وممكن كمان تستخدمي الفوم. تمام، اخدت كده الجزء بتاع الاستيكر على قد المقاس بتاع البرطمان كله من الاربع جوانب، وكمان من الناحيتين اللي هو من تحت ومن فوق. بحط الشمع نفسه على الورقة بتاعة الاستيكر، وبعد كده ببتدي اثبتها على البرطمان. استخدمت الاستيكر بنفس الظهر بتاعه، مشلتش الظهر يعني، لان البرطمان نفسه فيه تضليعات فمش هيطلع مظبوط لو جيت الزق. فببتدي اثبته بالشمع بيكون اسهل. وطبعا البلاستيك ده بيكون خفيف شوية فمش بيستحمل ان احنا نوجه الشمع عليه. تمام، ممكن نستخدم مسدس الشمع يدوب نسخنه، وبعد كده نفصله من الكهرباء ونبتدي نثبت بيه الورق. تمام، هبتدي بعد كده اعمل الجزء اللي هو في الجنب ده. ببتدي اقصه، والزيادات بخليها على الجزء بتاع البلاستيك من جوه. تمام، عند الباب ده كده ببتدي اغلف الجزء الزياده لجوه، والزيادات اللي في الجناب هبتدي اشيلها، وبغلف برده كل الاجزاء اللي باينه من البرطمان. تمام، هاجي كده من عند الجزء اللي من تحت وببتدي اعمل 4 شرط من الجناب، وبغلف الجوانب كلها. تمام، من الناحيتين، من الناحية اللي حطينا عليها الكرتونة ومن الناحية التانية بتاعة البرطمان. تمام كده غلفت البرطمان كله. هجيب برضو جزء صغير كده من الاستيكر وهبتدي اثبته على الناحية التانية. تمام، التزيين طبعا يرجع لك انت، مفيش مشكله، ممكن تستخدمي اي حاجه متاحه بالنسبه لك زي ما اتفقنا، الفوم، قماش، ستيكر، اي حاجه تكون متاحه بالنسبه لك. المهم الفكره يكون استخدامها مفيد ومهم. هستخدم بعد كده الاستراس وهبتدي ازين كده من عند الباب بالاستراس ده، وبرده من عند الحروف بتاعه الغطاء. هستخدم صف واحد. هيدي شكل حلو جدا مع اللون بتاع الاستيكر. تمام، هبستخدم بعد كده برطمان كمان من البرطمانات. احنا هنستخدم الفكره دي 3 برطمانات، ممكن كمان تزودي عن كده. هاجي كده من عند الجزء اللي من الجنب وهبتدي افصل الجزء اللي انا حددته ده. حددت بالقلم الشكل اللي انا اللي واضح قدامكم، وهبتدي افصله بالقطر، وبعد كده بكمل قصه بالمقص. وبرده غلفت الجنب بتاع البرطمان اللي هو الجزء اللي كان فيه الغطاء، غلفته برده بالكرتون. بعد كده هستخدم شماعتين، شماعتين يكونوا نفس الشكل. هستخدم هنا الستان وهبتدي ازين الشماعة بالشكل ده. بثبت الطرف بتاع الستان، وبعد كده ببتدي اشده وبغلف الجزء اللي هو من الجناب بتاعة الشماعة والجزء اللي من تحت. بغلف بقى الجزء ده كله كده بالستان. هجيب البرطمان اللي انا عملت فيه الباب اللي هو البرطمان الاولاني، وهبتدي احط كده خرزة في نص الباب ده. ده بلاستيك سهل جدا ان انت تفتحيه وتقفليه. تمام، بالشكل ده كده. انا عملت واحد تاني زي اللي احنا شفناه مع بعض، اللي فرغناه ده من الجنب كله.
يبقى عملت اتنين متفرغين من الجنب، واحد بس هو اللي بالبين. واستخدمت الستان على الشماعتين. التزيين برضو زي ما اتفقنا يرجع لك انت لو انت حابه تزيني باي شكل. خلاص هبتدي بقى استخدم كده الشماعه، هحط عليها شمع، هسيب مسافه حوالي 3 سنتي، وبعد كده من الجزء اللي هو بنعلق من عليه الهدوم ده هبتدي احط كده كميه شمع وبثبت عليها البرطمان. تمام، بخلي الجزء اللي انا فاتحاه ده لوشي يعني يبقى قدامي كده، وبثبت بعد كده الشماعه الثانيه قصادها بعد ما بحط عليها الشمع، وبعد كده بثبت البرطمان عليها. هثبت بقى البرطمانات الثانيه بنفس الطريقه. ثبت برطمان من فوق وبرطمان من تحت، ودول اللي هما اللي انا فتحت الجنب بتاعهم كله. هستخدم بقى البرطمان اللي انا عملت له الباب ده، هثبته في النص. تمام، بحط كمية شمع من الجنبين وببتدي بعد كده اثبت البرطمان عليه. تمام، استنى بس شوية لحد ما الشمع ينشف معايا. استخدمت بالشكل ده 3 برطمانات، ممكن تزودي تستخدمي 4 أو 5 زي ما احنا شايفين. بين كل واحد والتاني ممكن تحطي برطمان كمان. ممكن كمان نستخدم اعواد الشيش، نبتدي نغلفها بالستان ونثبت الشماعتين في بعض، هي ثابتة وماسكة نفسها يعني مش هتتحرك ولا تتفك. هحط كده دلوقتي ورد من الفوم الابيض على الجزء بتاع الغطاء او على الجنب كده بتاع البرطمان، هيديه شكل احلى. كده ثبت الورد بالشكل ده. تمام، نقدر بقى دلوقتي نستخدمها كمنظم على التسريحه، الادوات الميك اب والكريمات. طبعا الاجزاء دي حلوه جدا وطبعا بتشيل. انا هنا هستخدم مثلا معاكم درج بالشكل ده كده للكريمات، ممكن نستخدمه لاقلام الروج، ممكن العلب المونوكير، دي اكتر من استخدام بالشكل ده وبيشيل حاجات كتير. والجزء اللي هو في النص ده كمان نقدر نستخدمه اكتر من استخدام، ممكن تحطي فيه الادوات بتاعت الخياطة، الالوان بتاعت الخيط كلها، وتحطي كمان جنبها الابر. تمام، حلو جدا وواسع ويشيل معاكي حاجات كتيرة فوق بعض. الفكرة بتاعت البرطمان ان احنا هنستخدمه ونستغله. غيرنا من شكله، وطبعا الخامات اللي استخدمناها خامات كلها موجود، الشماعات موجودة، وطبعا انت تقدري تعملي الفكرة بتاعت الدرج دي وتخليها مثلا للفضيات او للفلوس اللي انت دايما بتبقي محتاجة ان انت تسحبي منها يعني على طول. والدرجين التانيين تقدري تستخدميهم لأدوات الميك اب، ممكن كمان تستخدميه على المكتب، وزي ما اتفقنا ممكن تزودي كمان في البرطمانات بدل ما هما 3 نعملهم 4 أو 5، تحطي فيهم الأدوات بتاعت الولاد اللي هي المقلمة مثلا وأدوات الألوان، برضو هتشيل معاكي حاجات كتير جدا. الفكرة التانية هستخدم فيها برطمان بالشكل ده، ده برطمان قديم، هنعمل منه فكرة برضو مختلفة وحلوة وعملية. هبتدي دلوقتي استخدم قلم البورد، هبتدي احدد كده الجزء ده وهفصله، هستخدم القطر وبعد كده بكمل بالمقص. هستخدم كرتونة وهاخد الدوران بتاع البرطمان يعني، ونزود شوية، ودايما بنزود في الشغل لما بيبقى زيادة مفيش مشكلة، بنقدر ان احنا نقص الزيادة. هستخدم كرتونة كمان وهبتدي اخد المقاس بتاع البرطمان كله، بشيل الزيادات كلها من الجنب. تمام، بس المقاس كده لحد هنا، بشيل الزيادة دي كلها، هاجي اشيل الطبقة اللي في الكرتون من فوق. تمام، هبتدي اشيل الطبقة دي كلها كده، هتطلع معايا بسهولة. انا عايزة الجزء اللي هو المضلع ده بس هو اللي انا عايزاه من الكرتون. شلت كده الجزء اللي هو في الكرتونة من ناحية واحدة عشان عايزة التضليعة دي تكون باينة معايا. ابتدي كده اتني الكرتونة بشكل تانيات بسيطة عشان برضو ما تتكسرش معايا، فخليها بالراحة. تمام، بالشكل ده كده، وهبتدي اثبت بقى الكرتونة على البرطمان، اخلي الجزء اللي فيه التضليعة ده من بره، بحط الشمع على الكرتون احسن. ثبت بالشكل ده الكرتونة كلها على البرطمان، هجيب بقى الجزء اللي انا عملته المدور ده وبرده شلت طبقة من الكرتون عشان التضليعة عندي تبقى باينة. هبتدي اثبت الكرتونة المدورة في الكرتونة اللي انا ثبتها على البرطمان من على الحرف، بثبتها كده بالشمع. تمام، وبعد كده هبتدي استخدم السبراي.
تمام. هستخدم هنا اللون الاسود، تستخدمي اي لون. رشيت بالشكل ده الكرتون من بره ومن جوه كمان البرطمان، رشيته باللون الاسود. هستخدم شويه من اللون الذهبي، وده برضو استخدمته من الاسبري الذهبي، اخدت شويه كده على الورقه واستخدمت السفنجه، وهبتدي امشي بالشكل ده كده على الكرتون من بره. هعملها بقى كلها بنفس الشكل كده عشان تدي معايا شكل احلى، تمام، بالشكل ده كده. بعد ما نشفت هستخدم قماش خير، ممكن طبعا تستخدمي اي قماش عندك مفيش مشكله، هتنفع ومش هتقول لا. هبتدي دلوقتي اخد جزء من القماش بتاع الخيط، والجزء ده هيكون على قد الدوران كله او الجوانب كلها بتاعه البرطمان. هبتدي اقفل القماشه من تحت وبقفلها برده من الجنب، تمام، الجنب اللي مفتوح ده هبتدي برده اقفلها. وبعد كده بعمل شكل مربع صغير كده من تحت من عند الجزء اللي قفلناه، وابتدي اقفل المثلث ده، تمام، من الناحية. بقى عندي الجزء ده كده عبارة عن كيس، هبتدي احط نقطتين شمع من تحت وبثبتهم في البرطمان من جوه. والجزء اللي انا خدته من القماشة كان ازيد شوية، فهبتدي اتني القماشة دي على بره شوية، يعني هتبقى حوالي 2 سنتي كده متنيين على الكرتون. ببتدي اثبتها كويس برضو بمسدس الشمع، تمام، هبتدي اثبتهم كده من على الطرف. ثبتت القماشه كلها من جوه ومن بره كمان. استخدم بقى اي شريط تزيين، اجرب معاكم بس الاشكال اللي هتليق مع الحاجه اللي احنا عاملينها، ده ملقشي والدنتيل ملقش. شريط البونبون هو اللي حسيته منطق اللون كمان اكتر ولايق مع الاسود في الذهبي مع اللون بتاع القماشه بتاعه الخيش. هبتدي اثبته كده من على الحرف. بالشكل ده كده نكون حولنا برطمان قديم بلاستيك مرمي مثلا عندك او مش بتستخدميه، حولناه لباسكت بتكلفة بسيطة، استخدمنا بس الكرتون، وتقدري تغيري في الالوان زي ما تحبي. ودلوقتي نقدر ان احنا برضو نستخدمه كمنظم، منظم حلو جدا للريموتات، ممكن تشيلي فيه كمان الجرايد، ممكن تحطي فيه الاكياس، استخداماته متعددة، استخدميه وظفيه زي ما تحبي. ممكن تحطي فيه الريموتات والمقصات والحاجات دي كلها، ممكن كمان تستخدميه كده كباسكت للزبالة مثلا او للمناديل جنبك، ممكن تلبسيه شنطة وبالشكل ده يكون اتحول لباسكت صغير. دي كانت افكار النهاردة، وده كان فيديو النهاردة، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، والسلام عليكم.